موجعة وطريفة في نفس الوقت. حيث هي موجعة وطريفة، أولا كل التهم التي اتهمونا بها باطلا انقلبت عليهم قالوا أننا قصصنا الأحياء السكنية بالطيران، وقد ثبت للجميع الآن أن هذا لم يحدث على وجه الإطلاق، وباعتراف جميع الصحف العالمية وجميع المحللين أن الأمكنة الوحيدة التي قصصناها بالطيران كانت مخازن الذخيرة الموجودة خارج المدن في أول أيام المؤامرة حتى نمنع العصابات من الحصول على الذخيرة. في مقابل هذه الكذبة هم الذين يقصفون الأحياء بالطائرات، وباعترافهم هم الذين قصفوا طرابلس والزاوية والخمس والظيفن وسرت وسبها وبني وليد وقتلوا العائلات بالآلاف، كان الأرقام بالآلاف. هذه أول يعني كذبة كذبوها علينا وهم قاموا بها في المقابل. الكذبة الأخرى المرتزقة، قالوا أننا أتينا بآلاف مرتزقة من أفريقيا لقتل أبناء شعبنا، لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا، بل أن الأمريكان أنفسهم اعترفوا والفرنسيس اعترفوا في الجزائر وقالوا أنهم لا يملكون أي دليل استخدام ليبيا لمرتزقة، بينما هم طبعا كما نعرف جلبوا المرتزقة الذين هم الناتو وجلبوا القطريين والإماراتيين وجلبوا الفرنسيس والطليان والله. فهذه الكذبة الأخرى التي انقلبت عليهم، قالوا بأننا هذه الكذبة الثالثة بأننا قتلنا المسالمين المدنيين بالآلاف بالآلاف، بل إن بعضهم رفع الرقم يا أخي نذكر إلى 10,000 مدني قتلناهم نحن في غضون أسبوع واحد فقط من بدء المؤامرة من 15/2 إلى حوالي 21 أو 22/2. طبعا لم يستطيعوا بعد كل هذه الشهور أن يثبتوا أي شيء من هذا القبيل. نعم. وبالمقابل هم يرتكبون المجازر ويقتلون الأطفال والرجال والنساء بالآلاف. دكتور موسى، كل أنواع الكذب التي مارسوها بالضرر ثبت أنها كذب وبهتان وزور وهم ارتكبوها، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخزيهم ويريد أن يخزي أنصاف الإعلاميين العرب وأشباه المثقفين العرب وأشباح المتعلمين الذين انضموا لهذه المؤامرة ولم يكلفوا أنفسهم حتى على زيارة ليبيا للتأكد من هذه الأخبار. فنحن نقول أنه يا سبحان الله الحق معنا، ظلمنا ظلما شديدا ومورست ضدنا مؤامرة لم تمارس حتى ضد الاتحاد السوفيتي، إعلامية عسكرية مخابراتية دبلوماسية لا مثيل لها، ومع ذلك صبرنا 9 أشهر وما زلنا نصبر 9 أشهر بإذن الله، وسوف نعيد ليبيا في وقت قصير. لأننا أنا والله يا أخي نذكر عندما أرى الإصرار في عيون المجاهدين هؤلاء أبناءكم أيها الليبيون، والله عندما أقابلهم في الجبهات، أنا كنت في جبهة سرت ومشيت بعدها لجبهة بني وليد وزرت بعض الإخوة الرائعين جدا في جنوب طرابلس، والله شفت في عيونهم إصرار، شفت في عيونهم نبل وجهادية ورغبة في القتال، وشفت اللي شعرت بقلوبهم تنبض بحب ليبيا وبحب القائد معمر الجذافي وبحب المجد وحب الكرامة. والله لما شفت هذا كله وحسيت بهذا كله يعني تأكدت من الانتصار. نعم. تأكدت من الانتصار، لأن هذه الروح ليست موجودة في مكان واحد في ليبيا أو في قبيلة واحدة، أنا وجدتها في عيون الزيتنية وفي عيون التراهنة وفي عيون الطرابلسية وفي عيون ورفنة وفي عيون المجارحة وفي عيون الجزافة والحسون وفي عيون جميع الشرفاء ليبيا، العجلات والجميل والجهلين وأهلنا الشرفاء في مناطق مختلفة من الشمال الغربي. أنا أتأكد أن قوم تشع عيونهم بالجهادية وتنبض قلوبهم بالحق لا يمكن هزيمتهم حتى لو استمرت الحرب
يعني سنوات. الناتو لا يستطيع الاستمرار اكثر من ايام معدودة اسابيع ويقف، بعد ذلك سوف نخرج لهم من تحت الرمل، سنخرج لهم من تحت الرمل، ستكون قيامة الرمل، ستكون الرمل سيحارب معنا، الحجارة ستقاتل معنا، الجبال الوديان، سنكون في الشوارع، سنكون في البيوت، سنكون في الخيام، سنكون في المحلات التجارية، في المستشفيات، في الفنادق، في كل مكان. حتى هم لو شعروا بالأمان لشهر أو اثنين أو ثلاثة سوف يعيشون في حالة رعب دائم، سوف ننتفض عليهم بطريقة لا يمكنهم أن يتوقعوها. نحن مثل ما قال معمر الجذافي في 22 فبراير النوار من 2011، نحن معنا الله ومعنا الملايين، معنا الله ومعنا الملايين، ونحن سنفتح أبواب ليبيا للملايين اليوم وغدا وبعد غد. وهم لم يهنأوا في ليبيا، ونحن قررنا الانتصار أو الشهادة، والذي يقرر الانتصار أو الشهادة ماذا تفعل له؟ يعني ما عندك له لا شيء، ستحاربه، فإذا ما استشهد فقد نال ما أراد، وإذا ما انتصر فقد نال ما أراد. فهو فائز في كلتا الحالتين، ونحن فائزون بإذن الله، ومعيدو ليبيا إلى وجهها العربي الإسلامي الحقيقي وإلى حريتها وكرامتها يا أخ منتظر. إن شاء الله. دكتور، التهم اللي تحدثت عنها اللي اتهمكم بها عملاء الناتو اللي هي القصف والمرتزقة وقتل المدنيين، اسمح لي أضيف لك نقطة رابعة دكتور. هم اتهموا الجيش الليبي باغتصاب حرائر ليبيا، وتبين فيما بعد أنهم هم من اغتصبوا النساء وبالتحديد في طرابلس. لكن سؤالي دكتور هو، إذا كان لديكم معلومات حول جنسية الجنود القوات الخاصة الذين تم إلقاء القبض عليهم، وإذا كان بإمكان مشاهدي قناة الرأي متابعة صور هؤلاء الجنود؟ نعم، القوة الخاصة التي قبضنا عليها وهم 17 ضابطا متميزا أغلبهم فرنسيون، وأبلغت أن معهم اثنان بريطانيين وشخص من دولة آسيوية لم تحدد لي، من دولة آسيوية غير عربية يعني. نعم. وقطري واحد فقط، هناك قطري واحد وشخص من جنسية آسيوية واثنان من الإنجليز والبقية فرنسيين. نعم. نحن طبعا موجودون هنا في مناطق الجهاد الليبي، مقطوعون عن الاتصال بالعالم الخارجي بقرار من الناتو، وأنا في أول فرصة أمر فيها على جبهة بني وليد المجاهدة في الأيام القادمة، سأتواصل مع إخوتي في بني وليد وأحاول يعني طريقة معينة لإيصال الصور لكم، طبعا إذا كان هذا بمصلحة الحركة الجهادية. أنا أعرف أنهم الآن يحققون معهم، فبإذن الله أتمكن من التعاون معكم في هذا الخصوص إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، مشاهدين الكرام اللي تابعوا فينا يعني وجهونا ملاحظة نوجهها لحضرتك، انه هؤلاء الجنود القوات الخاصة قد يكونون مرتبطين بالاقمار الصناعية او بدولهم عبر الجي بي ار اس، او ربما شرائح توضح في ملابسهم، فنوه هؤلاء انه يا ريت انه خلع ملابس هؤلاء او ادامها. هو انا شخصيا يا اخي بنذر، رغم اني لست عسكريا، لكن حتى نحن الليبيون ما شاء الله كوننا خبرة عسكرية كبيرة في هذه المواجهة. نعم. فأول شيء ننتبه له عندما نقبض على هؤلاء هو أن ننتبه إلى تجريدهم من كل ما يمكن أن يحتوي على رقاقة للاتصال بالأقمار الصناعية. نعم. أو غيرها. فشكرا لمشاهديك الكرام، ونطمئنهم أن القوات المسلحة الليبية بل وحتى المتطوعين الليبيين هم على حنكة وحكمة ودراية عسكرية من طراز عالي، وأطمئنهم أن مثل هذه الأشياء لا تمر علينا، ونحن كوننا ما شاء الله يعني خبرة في هذا الموضوع، وأشكرهم جدا على هذه الروح، والله أشكرهم جدا. تسلم يا دكتور. إذا كان لك من رسالة أخيرة نسمع فيك دكتور، تحب توجهها إلى من؟ رسالتي الأساسية لكل الإخوة، أنا أسافر من جبهة إلى جبهة، وأذهب من مدينة إلى مدينة، وأزور المقاتلين المتطوعين،
وأتقابل مع الضباط الذين يقودون العمليات، بالإضافة إلى لقاءاتي المتكررة مع شيوخ القبائل ومع القياديين الاجتماعيين، وكذلك أقابل الكثير من الفعاليات النسائية والفعاليات الشبابية وبعض الفعاليات التجارية والاقتصادية، وأتقابل مع مثقفين طبعا بطرق عديدة. والشيء الرئيسي الذي يؤكد عليه جميع هؤلاء المجاهدين، سواء المجاهدين العسكريين أم المجاهدين الإعلاميين أو التجاريين أو المجاهدين في مجالات أخرى اجتماعية وغيرها، يقولون لي ما نريده من إخواننا الشعب الليبي الحر في كل المدن الليبية المغتصبة أن لا يمنح شرعية لثوار الناتو، لا يمنح أي شرعية، بمعنى أنه مطلوب من إخواننا في المدن المغتصبة الذين غير قادرين على حمل السلاح لأسباب معينة أن يلتزموا بيوتهم وأن يقوموا بأقل ما يمكن في حياتهم اليومية، وأن لا يلتحموا بهذه العصابات، وأن لا يعني يجتمعوا معهم في المساجد، ولا يجتمعوا معهم في الساحات، ولا يعني يتعاونوا معهم نهائيا. وهذه الحقيقة شيء اكتشفناه احنا في مثلا مناطق مجاهدة زي الزيتن، في مناطق مجاهدة زي احياء كثيرة في طرابلس ما شاء الله، واكتشفناه في ترهونة، واكتشفناه في مناطق اخرى. فالرسالة هي انزعوا الشرعية واصبروا معنا ايها الليبيون الاحرار، ايتها الليبيات الحرائر، نحن نعمل بجهد، نعمل في الصحراء، في الجبال، في الوديان، فأقل ما يمكن أن تفعلوه هو أن تقفوا معنا بقلوبكم وأن تدعوا لنا بالنصر وبأن تنزعوا الشرعية عن العصابات، فلا تدعموها ولا تقفوا معها ولا تتعاونوا معها حتى يأتي قوم النصر القريب بإذن الله، وندخل طرابلس آمنين مهللين بسم الله، وندخل بقية المدن ونحررها إن شاء الله.